طب السلام عليكم. النهارده المحاضره بتتكلم على التكست فيجواليزيشن، اللي احنا طبعا هيبقى هو دوت الايه الهدف الاساسي، ان انا عندي كلمات او تكست مسج كبيره وعايز ان انا امثلها علشان الناس تقدر تفهم منها بسرعه ايه الكلمات مثلا المركزيه او ايه النقاط الاساسيه. فغالبا ده هيبقى الهدف بتاعنا. طبعا في علاقتين في الكلام، اللي هو الكلام اللي اتكرر كتير، والحاجة التانية اللي هو علاقة الكلام ببعضيه، يعني الكلمة دي جت مع الكلمة دي امتى، الفيرب دوت ايه الاوبجكت وايه السبجكت بتوعه. فغالبا هيهمنا قوي الايه ان احنا نعمل حاجة بيسموها وورد نتورك، والحاجة التانية او وورد نت، والحاجة التانية اللي هي بيسموها وورد كلاود، اللي هي كل كلمة هيبقى حجمها متناسب مع تكرارها. فبالتالي الواحد بيبص بسرعة على الكلمات اللي اتكررت كتير، وبعد كده طبعا يقدر يفهم بسرعة كان الايه التوبيك الاساسي كان ايه. فخلينا نبدأ. طبعا ليه؟ لان في كتير قوي من الداتا عبارة عن تكست، وصعب قوي على الانسان ان هو يقدر يفهم شانك كبيرة من التكست، مثلا زي فيدباك مثلا عن برودكت او عن موفي. فاحنا لو قدرنا نعمل فيجواليزيشن بطريقه سريعه، ممكن نقارن الموفيز مع بعض، مثلا 5 موفي 6 موفي في نفس الصفحه، فاقدر اشوف الناس يعني معجبه او مش معجبه. طبعا الايفالويشن مش مقصود بيه الايفالويشن الرقمي، مقصود بيه التكست، الناس بتعبر عن نفسها بالفري تكست. فغالبا هيهمني اكتر ان انا اشوف كلمات مثلا زي جود اور يعني فيري جود اور اكسلنت or bad or dull، حاجات زي كده هشوفها اتكررت كام. طبعا الكلام ده شويه محتاج بعض المجهودات في الناتشرال لانجويج بروسينج، على اساس ان انا بعض الكلمات بتبقى مرادفه لبعضها، وبعض الكلمات بتبقى فيها بعض الميستيكس ممكن نقبلها او اختصارات، فممكن نقبلها طبعا بالمعنى المختصر بتاعها او بالشكل المختصر بتاعها. كويس قوي. فطبعا الفكره الاساسيه ان احنا نفهم التكست بيتكلم على ايه بطريقه سريعه. وانس ان عرفت التكست بيتكلم على ايه، اقدر اقول الدوكيومنتس دي كلها بتتكلم على نفس التوبيك، او المعلومات الاساسيه اللي فيها شبه بعضها، فنقدر نصنفها مع بعضيها، يعني تول للكلاسترنج. يعني اقدر طبعا اكمبير مثلا حاجه مع حاجه تانية، او نسخه واحد مع نسخه اتنين، اقول التغييرات اللي حصلت فيها. فدي من الحاجات المهمه برضو، اللي هو مثلا ازاي الريبورت مثلا ببروجرس مثلا لحد ما يبقى في الفاينل فورم بتاعته. كويس قوي. اوكي. فطبعا الدوكيمنت اللي مقصود بيها ايه هنا؟ مقصود بيها مثلا بي دي اف فايل، وورد فايل، بوك، شابتر، ارتكل. الحاجات دي كلها تعتبر من الحاجات اللي هي زي ما بيقولوا كده حاجات ايه اساسيه نقدر ان احنا نشتغل عليها. يعني تمام. فخلينا نبص مثلا على الباسج دي، او دي كانت اوباما توك، ده التكست بتاعنا، اوباما هيلث كير سبيتش تو كونجرس. طبعا ده التايتل. ايه الكلام اللي ذكره بقى؟ الكلام الكتير اللي موجود جوه التكست. طبعا انا عايز زي صوره مختصره عن ده كله، فغالبا بعمل حاجه اللي هي بيسموها تاك كلاود، او ساعات بيسموها وورد كلاود. وغالبا في ويب سايتس كتيره ممكن ان احنا لو نقدر نعمل عليها سيرش، ممكن ان انا ابلود فايل من عندي مثلا تكست فايل او وورد فايل، وبعدين هو يشوف الكلمه اتكررت كم مره. يعني واضح طبعا ان هنا كلمه انشورنس اتكررت كتير، كلمه ويل اتكررت كتير. طبعا هنا ويل تعتبر شويه كلمه مساعده لانها فيرب، او اكشوالي يعني ايه مودال فيرب، فانا غالبا ملهاش معنى لوحدها، بس المعنى بتاعها شويه ان في كلام كتير عن المستقبل، يعني بيتكلم على أماني أو على خطط أكتر ما هو بيتكلم على مثلا حقيقة. فساعتها الحقيقة مثلا كنت على إن بتظهر الكلمات كتير قوي في البريزنت، الفيربس كلها بتظهر في البريزنت تنس يعني. تمام.
هنا بقى من الحاجات الظريفه قوي ان انا اقدر اكمبير ده طبعا بيل كلينتون في 93 وباراك اوباما في 2009، فالاثنين مع بعض ممكن ان انا اشوف ده كان بيتكلم على ايه وده كان بيتكلم على ايه، الاهتمامات المختلفه بينهم. يعني مثلا كلمه زي كلمه كير هلاقي ان بيل كلينتون بيتكلم عليها اكتر، هيلث تعتبر اهم اكتر بالنسبه له من ايه من اوباما او من السبيتش بتاع اوباما في الوقت ده طبعا، وهكذا. فطبعا احنا هنا ممكن نقدر نشوف الكلام اللي في السبيتش ديت كان بيدور حوالين ايه وهناك الكلام بيدور حوالين ايه، واقدر طبعا اكمبير الكلمات الاساسيه مع بعض او اشوف اجينست تايم مثلا سبيتش مثلا في سنه 90 سبيتش مثلا في 95، اقدر اشوف الاهتمامات اللي بتزيد او الاهتمامات اللي ايه اللي بتقل مع التايم. طبعا هنا كل كلمه الحجم بتاعها بيكبر حسب الفريكوانسي بتاعت، يعني اول حاجه بنعمل تكست بروسنج ان انا بعد كل كلمه كررت كم مره، وبعدين بعمل بقى بلوتينج وبقى شويه راندم ان انا بحط الكلمه في سبيس حسب حجم الايه التكرار بتاعها. فطبعا ببدا احط مثلا الكلمات الكبيره الاول وبطريقه راندم ببدا احط الحاجات الثانيه. طبعا في بعض الاحيان الاوتر سبيس ممكن يبقى ريكتانجل ممكن يبقى كلاود ممكن يبقى حاجات كتير، فغالبا ده اللي هو اللي دايما بيسموها الورد كلاود يعني، او جات من حتها منها كلمه تاك كلاود. الناحيه الثانيه بقى بيسموها الورد نت او النتورك او تري. طبعا تري على اساس ان انا بمشي من مكان لمكان تاني وبحاول ان انا اشوف الجمل اللي اتكررت وابدا ان انا، يعني هي غالبا ممكن تبقى جراف، بس خلينا بس نقول ان احنا ايه عندنا ستراكشر كل كلمه والكلمه اللي جت معاها او الكلمه اللي جت وراها بيبقوا مشتبكين مع بعض او متشبكين ببعض. في نفس الوقت تكرار الكلمه ممكن برضو اكبر حجم الكلمه، يعني كلمه اي كتير لان انا مثلا جوه الباراجراف اتكلمت باي كتير، ويل كررت كتير، ويل نوت يعني اي ويل نوت غالبا معناها ان هو اتكلم كتير قوي على ان هو في حاجات مش تبقى موجوده في الايه او في حاجات ما يقدرش يوعد بيها او في حاجات مش هيعملها، فغالبا ممكن ان احنا نستخدم الكلام ده عشان اعرف الكلام اللي اتكرر كتير ايه او الاستراكشر او الاجزاء اتكررت قد ايه، مع ان انا اعمل اندكس. يعني تخيل مثلا لو انا بدور على كلمه ويل جت كم مره، فهبدا مثلا هنا هلاقي نفسي طبعا لينكد بالايه بالجمل اللي حواليها او بالاجزاء اللي حواليها اللي هو ممكن طبعا تبقى حاجه مهمه لو انا بدور على كلمه طبعا ما بتكررش كتير قوي او كلمه يونيك، ساعتها هتبقى حاجه تساعدني قوي انها جت في الجمله دي والجمله دي والجمله دي. كويس قوي. طبعا دي صوره اكبر شويه، يعني مثلا بندور على كلمه اي ويل سيكونس تول. طبعا غالبا الفيجواليزيشن ديت بتبقى معاها تول لان انا بعمل فيجواليزيشن انجن وبعدين اقول له طب الكلمه دي طب الكلمه دي، فيبدا ان هو يدور لي عليها. في بعض الاوبشنز شويه من الايه من البدايه للنهايه او من النهايه للبدايه، كرر كام مره، كليكس هتعمل ايه لما كليك على حاجه. طبعا هنا بيقول ان كليك هتعمل زوم، فطبعا الحاجات دي كلها من الانتر اكشن اللي هي هنتكلم عليها في المحاضره اللي جايه المفيده جدا في الايه في الفيجواليزيشن. فيجواليزيشن من غير انتر اكشن يعني زي ما بيقولوا كده كان انت بتطلعك بره الصوره، انما with interaction يعني كانك بتخش جوه الصوره وتبقى capable ان انت تتعامل او interact مع الايه مع المنظر الجميل اللي احنا هنشوفه يعني. كويس قوي. فطبعا دي فكره التكست فيجواليزيشن. الفكره ان انا يعني عندنا طبعا dimensions كتير في التكست، فانا كاني لما بعمل فيجواليزيشن بمثل الدايمنشن دي، او بدل ما هي حته فيري كومبليكيتد على بعضها باسج او باراجراف او شابتر، انا كاني بحط في دايمنشن، يعني كل وورد مثلا كانها وان دايمنشن، ولما يبقى تو دوكيمنت شبه بعض في الدايمنشن ده او في الوورد دي هما يبقوا سيميلر شويه.
بالمنظر دوت ببدأ ان انا اتكلم على الايه التكست كداتا، اعرف افيجوالايز دوكيمنت محتوياته، اعرف الدوكيمنت بيفولف ازاي، واعرف الفيجواليزيشن بتاعت الايفولوشن. يعني ممكن يكون في حد مثلا بيكتب مثلا نوفل او بيكتب قصه وكل شويه بيبدا يغير شويه فيها، فممكن اتكلم على الريت بتاع التشينج، هو بيغير قد ايه، او هو كومبيرد بواحد تاني ده بيغير في الدوكيمنت بتاعه اسرع من ده يغير في الدوكيمنت بتاعه، او بيغير تغييرات قويه او تغييرات مش قويه. تفرق قوي ان انا ايه ابقى فاهم زي ما بيقولوا المضمون القوي بتاع الايه التغييرات. طبعا برضو من الحاجات الظريفه اللي هي فكره تمثيل الكلام، ان انا اعبر عن الكلام برسم او ببورتريه، conversation between two persons ممكن ان احنا نبدا نمثلها. بعض الحاجات طبعا اللي هي في الاي اي الجديده دلوقتي ان هو بيمثل الموقف اللي هو عباره عن تكست بيفيجوالايز، بيحاول يرسم حاجات تعبر عن الموقف ده. وطبعا ممكن بالتكست انت تدور على صور، فغالبا في فيدباك بين التكست والصور او الصور والتكست. كويس. وطبعا يعني في طبعا بعض يعني المشاكل الصغيره مثلا زي الكلمات اللي هي وزان وزا، الكلمات اللي بتتكرر كتير في الانجليش، والاختصارات، وطبعا بعض الكلمات اللي هي دلوقتي يعني ظهر قوي في الكلام بتاعنا اللي هي ان انا اريفير لحد او ان انا اعمل هاشتاج، فالكلام ده طبعا بيغير السنتكس بتاع الكلمه، فلازم يبقى في عندي نوع من انواع الايه ان هو يرجع الكلمه لاصلها او يسموها مثلا الستيم، الكلمه ترجع اصلها، فاقدر اقول ان ايه جو كارد يشبه لكارد او يشبه لجو كارد من غير الهاشتاج. فيجواليزيشن وفيجواليز وفيجوالي كلهم ليهم نفس المعنى، فدي لو اتكررت هتقوي كلمه الفيجواليتي او الستيم بتاع الفيجوال او فيز اكشوالي. فالحاجات دي كلها من الحاجات المهمه يعني. طبعا برضو في الورد تاج في بعض المشاكل، ان انا لو عندي كلمه كبيره او كلمه صغيره مثلا كلمه ستيمينج او كلمه مثلا اند، ستيمينج لو كررت 5 مرات واند كررت 10 مرات الاقي حجمهم شبه بعض، وطبعا الكلمات الكبيره بتبان انها اقوى او بتبان انها موجوده اكتر. في حاجه تانية طبعا اللي هي لما تكون الكلمه ليها كذا مقطع زي يونايتد ستيتس، هل انا بتعامل معاها على انها كلمه واحده ولا بتعامل معاها انها جزئين؟ طبعا جزئين بيفقدها شويه المعنى بتاعها. ففي عندنا بعض الكلمات او بعض اللي بيسموهم الفريزال ناون في الانجليش اقدر ان انا او لازم ان انا اخد بالي ان هم حته واحده مع بعض. طبعا برضو في العربي مثلا الولايات المتحده، المملكه، مثلا المغربية، فأنا كلمة المملكة المغربية مع بعض هي تعتبر معنى واحد أو بيشاور على حاجة واحدة. تمام. طبعا يعني هنا بس مثال على إن أنا عندي بعض القصص من شكسبير، فطبعا هنا في دوكيمنت كتير لها قصص لو عملها الأزرق أنطونيو كليوباترا وجوليوس يوليوس قيصر، هاملت، ماكبس، الحاجات دي كلها طبعا دي القصص، والحاجات اللي بالعرض هي الكلمات اللي اتكررت جوه الدوكيمنت ده. فطبعا دي من الحاجات الفيري انترستنج قوي ان الناس ممكن تستخدمها عشان تقدر تقول مين اللي قريب من بعضه. طبعا اول حاجه بعملها اللي هي يعني مثلا يوليوس قيصر جه كم مره، جه لعدد المرات ده، فطبعا بحسب التوتال بتاعه كام، مثلا يطلع 230 حوالي 460 يعني اقول 500 حوالي 500 مره مثلا كلمه يوليوس قيصر جت، فيعني اتسبتها لان انا لو اقدر اقسم على 500 عشان اعمل نورماليزيشن كلمه مثلا زي كلمه اتمتست قرات 4 مرات، فهنا كأنها مش موجودة خالص في أول documents، موجودة في كلمة في الستوري بتاع أو سوري كلمة ميرسي هي سوري معلش. أنا الأحسن إن أنا أعد الكلمة جت كم مرة وبعدين أقسم عليها،
فطبعا اللي انا عديته دوت هو عباره عن جوه يوليوس قيصر جت كام كلمه، اوكي، انما هنا كلمه انطونيو جت كام مره، جت 157 مره في انطونيو اند كليوباترا، وجت 73 مره هنا في الايه في جوليوس قيصر. فطبعا هنا ممكن ابقى فاهم شويه ان جوه انطونيو كليوباترا اكبر حاجه، اكتر حاجه كان الموضوع بيتكلم عليها very interesting، يعني ان هو ولا بيتكلم على كليوباترا ولا على انطونيو، بس سيزر اللي هو قصدهم على ايه، على يوليوس قيصر. فطبعا يعني يهمني قوي ان انا اعمل نورماليزيشن، او ان انا ابص للرو كله او الكولم كله عشان اعرف المين توبيك. لو يعني حاجه جوه اتنين ستوري وابدا اقارن الكيوردز بتاعتهم، الافضل ان انا اقارن ريليتيف. يعني ايه؟ يعني مثلا انطونيو هنا اقدر اقارنها جوه انطونيو عند كليوباترا كانها 157 على الايه، على التوتال عدد ده، بس جوه جوليوس سيزر كانها 73 على العدد ده. كلمه مثلا زي كلمه ميرسي جت 3 مرات جوه ذا تيمبست، جت 5 مرات جوه هاملت، بس الخمس مرات جوه هاملت دول كانها 5 من 9، انما 3 دي كانها 3 من 4، فتعتبر كانها هي الكيورد بتاعه ذا تيمبست، او هي اكبر حاجه في ايه ذا تيمبست، او هي المين تيم هناك، مين تيم يعني. كويس قوي، يبقى انا فهمنا بس ان انا الكلمات مفرده ممكن استخدمها في حاجات كتير، ان انا كاني بعمل دايمنشن للايه، للشابتر، للستوري، للنوفل، فاقدر ان انا ابقى فاهم شكلها هيبقى عامل ازاي. طبعا ده من يعني زي الوورد كلاود البيزك بتاعها، الوورد كاونت هعد الوورد. فطبعا هنا حاجه عندنا زي الهيستوجرام، كل حاجه جت كام مره، ببدا اقول مثلا كلمه زي كلمه زي، طبعا في الانجليش زي بتكرر كتير قوي، فطبعا واضح انها مثلا دي اول كلمه او اكتر كلمه اتكررت. كلمه مثلا زي كلمه اوف، كلمه مثلا زي كلمه اند، زي تو، فدي الكلمات كلها طبعا ظاهره بهذا الايه، بهذا الشكل يعني. فده طبعا يعتبر تمثيل، وان كان الورد كلاود ممكن يبقى اقوى شويه لان هو بيديني صوره عامه وببقى شايف، انما هنا غالبا بعد مثلا الرينج ده انا ما عدتش شايف، محتاج عدسه تكبير جامده، او محتاج اطلع بره السكوب دوت وافضل امشي ناحيه الشمال، فمش هبقى شايف الهول دوكيمنت يعني، اني بفوكس على حته فيه بس. كويس قوي، ادي الايه مثال على طبعا على الايه، على الوورد دوكيمنت، على الوورد كلاود سوري. طبعا هنا سامح ان بعض الكلمات تبقى فيرتيكال او هوريزونتال، كلمه مثلا امريكا او مكان او كانتري هي الكلمات المسيطره، الكلام التاني طبعا ظاهر بايه، بصوره اقل او بصوره اضعف. طبعا غالبا يعني باجي في الباراجراف باجي عند ثريشولد معين، اقول مثلا الكلمه اللي مش هتتكرر اكتر من 5 مرات هشيلها، فيطلع طبعا الدوكيمنت بتاعي كنترولبل، يعني مش لازم احط كل المفردات اللي موجوده في الباراجراف بتاعي، بحط حاجات اتكررت كتير. كويس قوي، طبعا التاك كلاود او الورد كلاود الفايده بتاعتها انها ممكن كانها تبقى حاجه مبدئيه كده، تبقى عارف ايه اللي اتكرر كتير، الويكنس بتاعتها كتير، مثلا زي ما قلنا مثلا الكلمات الطويلة ممكن نتفهم انها كررت كتير، وطبعا الكمبارزون شوية ممكن لو انا بعملها بطريقة نسبية ممكن تبقى شوية صعبة في الكمبارزون. فطبعا الحاجات دي كلها من الحاجات اللي هي تعتبر بعض، طبعا بعض اللي ايه البرونون مثلا زي هي او شي او ذا او زي، بعد ما اكون بتكلم على حاجة معينة، فزي دي معناها مثلا الكلمه اللي جت قبلها او في الباراجراف اللي قبلها، زي الثانيه ممكن تكون حاجه مختلفه، فعدم يعني زي الذات نفسها ملهاش معنى، هي كانها بتريفير لحاجه، فطبعا الكلام ده ممكن يخليني ان انا ما افهمش كويس، او يعني اعبر المعلومات بطريقه مش ايه، مش دقيقه قوي يعني. طبعا هنا بعض الكالكوليشن على موضوع ان انا التيرم فريكوانسي اللي هو طبعا كم مره موجود جوه الدوكيمنت،
لو العدد بيزيد كتير قوي ممكن استخدم اللوج. دايما اللوج الفايده بتاعته ان انا لو عندي فروق جامده قوي في الحاجات، مثلا حاجه كررت 1000 مره، حاجه كررت 10 مرات، يبقى انا الحاجه اللي كررت 1000 مره دي لما اجي ارسمها مع العشرة مش هيبقوا باينين قوي، انما لو هاخد اللوج تبقى باينه قوي الايه الفرق اللي بينهم يعني. كويس. فطبعا هنا برضو من الحتت المهمه قوي اللي هي النورماليزيشن، ان انا مش بقول اتكرر كم مره وخلاص، لا يهمني هو في كم مفرد او في كم حاجه اتكررت، فاقسم على مثلا كلمه مثلا زي كلمه هابي اتكررت 10 مرات وبقيه الكلمات مثلا التوتال بتاعها اتكرر مثلا ايه 30 مره، يبقى 10 على 30 يبقى كان تلت الكلمات هابي او تلت التكرار هابي، تبقى حاجه كويسه. انما مثلا لما تكون جوه مثلا دوكيمنت فيه مثلا 1000 تكرار، يبقى 10 على 1000 لا تعني شيء او ايه تعني حاجه صغيره. كويس قوي. طبعا ده مثال تاني برضو على دوكيمنت، ان انا بحط الدوكيمنت كبلوت بالمنظر ده، وطبعا الكلمات كأن ليها اكس وواي، فطبعا الاكس والواي اللي هي frequency of word within the topic يعني تكرار الكلمة جوه التوبيك ده، والواي هي كأنها شوية طبعا ان انا عندي الدوكيمنت دوت الكلمة بتاعتي اتكررت قد ايه. فغالبا هنا في لوج سكيل وغالبا في بوزيتيف وفي نيجاتيف، ففي بعض الحاجات يعني زي ما بيقولوا بتبقى شويه بتتكرر بس مش مهمه، او كلمه ملهاش كلر ملهاش مينينج، زي مثلا ذا او زي مثلا تو هير وومن مان، غالبا الكلمات دي كلها شويه بتبقى ضعيفه شويه لانها مش بتعني حد معين يعني. فانما لما بتكلم على حد سبيسيفيك غالبا بقى ممكن ساعتها احس بقى بالايه ان الكلمه دي ليها معنى قوي يعني. فغالبا المشي في الدايركشن بتاع الكلمات اللي هي ممكن تنفع مع اي حاجه بيضعف الكلمه شويه حتى لو جت كتير، وطبعا تقليل الفريكوانسي بتاعها بيضعف الكلمه يعني. هنا غالبا الحاجات المهمه قوي ممكن الاقيها في الايه في هذه المكان اللي هي الكلمة ذات نفسها محددة وفي نفس الوقت اتكررت كتير، تبقى دي الأقوى من الايه من بقية الأركان التانية. كويس قوي. طبعا هنا في بعض يعني الفورمولاز، احنا بس يعني يهمنا حتة بتاعت النورماليزيشن دي اللي غالبا ممكن نبقى يعني زي ما بيقولوا كده يعني مركزين عليها، غير كده يعني الفورمولاز للاطلاع فقط يعني. وطبعا دي كلها من الحاجات الظريفة. احنا طبعا يعني اهم حاجة عندنا الفيجواليزيشن، جوه الفيجواليزيشن ممكن احتاج ارسم او اكتب حاجات، فهنا غالبا يعني تمام. المهم في عندنا هنا طبعا فكرة ان انا عندي لو جوه مثلا فريز لينس بتتكرر قد ايه، يعني ناخد بالنا هنا ان دوت زي سكان كده بعمل على سنجل دوكيمنت بتفرج على الفريز لينس. فريز يعني ايه؟ يعني مثلا ذا وايت مثلا وولف، يبقى دي كلها على بعضها كانها ناون واحد بس ثلاث اجزاء، فدي بيسموها يعني فريز اوف 3، فدي كده كانها هنا كده. وطبعا هنا بيقول لك مثلا جوه دوكيمنت واحد الكلمات المفرده جت يعني ده التردد بتاع 20%، ومثلا حوالي 45% كلمات ثنائية يعني من مقطعين، وحوالي 20% كلمات ثلاثية وهكذا يعني. مثلا ما فيش مثلا كلمات ثمانية، غالبا الكلمات دي مش ايه مش موجودة في الانجليزي قوي، ما فيش كلمات مثلا سبعية غير حاجات very small وهكذا. هنا بقى نفس الكلام لو انا بتكلم مثلا على two document، لو بتكلم مثلا على ايه يعني دوكيمنتس من انواع مختلفه، غالبا بتبقى في بعض الدوكيمنتس مثلا ساينتفك ممكن تقول مثلا زي مثلا داي اوكسيد مثلا صوديوم كربونات، يبقى انا غالبا كلمتين بس دايما بيجوا مع بعض مقصود بيهم حاجه واحده مركب واحد. فهنا طبعا ايه يعني في الورد كلاود ممكن افصلهم انا عن بعض لو انا مش واخد بالي،
فهنا طبعا يعني ايه فكرة انك تبقى فاهم الداتا اللي انت بتتعامل معاها قبل ما تبدأ تتعامل معاها بطريقة بلايند. كويس. طبعا هنا يعني الكونسبت او الفكرة ان هو ممكن لو دخل في حاجة جنرال غالبا هيلاقي الفريز لينس بيقل، الفريز لينس بيقل اللي هو طبعا لما بتكلم عن حاجات مختلفة غالبا الفريز لينس هيقل، لما انا بخش في حاجة ساينتفك او حاجة ادبية جامدة قوي ممكن ساعتها اقعد اوصف الحاجة بتلات اربع كلمات وافضل دايما اوصفها بتلات اربع كلمات، فغالبا يعني لما بطلع بره التوبيك غالبا الايه الفريزال فيرب بتقل يعني. هنا طبعا فكره من الافكار الظريفه اللي هو بيعمل زي نورماليزيشن، مش بيقسم على عدد الكلمات كلها، لا بيشوف كلمه مثلا زي كلمه ذا، وكلمه ذا كانها مقياس للدوكيمنت بتاعي طوله قد ايه، خلي بالك طوله قد ايه، بقسم على حاجه من نفس النوع فيطلع كانها ريشيو، فمثلا ممكن اقول لوج الورد بتاعتي على لوج كلمه ذا اتكررت كم مره، فطبعا يعني في الاخر اقدر اقول ايه الكلمه دي يعني كانها نسبيا اكتر من اللوج ولا اقل من اللوج، اقل من الذا ولا اكتر من الذا، فبالتالي ابقى فاهم الكلام بتاعي يعني زي ما بيقولوا كده متكرر كتير ولا لا، دي اللي هي بيسميها الكومنس. طبعا يعني مش عايزين نخش في تفاصيل، انا اعتقد يعني ان دوت كفايه بحيث ان احنا نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط يعني. طبعا هنا في سوفت وير اسمه يلد غالبا ويب بيزد، ممكن ان انا الاقيه بيكتب الكلمات او الجمل مع ان هو بيكبر الكلمات لغات كتير، يعني مثلا التوبيك دوت واضح ان هو بيتكلم على ريستورانت او على اكل، كلمة سوشي لغات كتير، ويت مستنين الاكل، طبعا كويس، بس بعض العيوب اللي هي ممكن مثلا كلمة زي كلمة برايس انا مش عارف بيتكلم على يعني شيب برايس ولا اكسبنسيف برايس، كلمة ويت هل هو مثلا متضايق ولا ما استناش كتير، فغالبا الكلمات شوية بتفقد اللون بتاعها او بتفقد زي ما بيقولوا اللون بتاعها لو بتكلم على الكلمة ككلمة لوحدها يعني، فطبعا يعني ايه ده احد المجهودات اللي هو ممكن بعد كده يقابله كم مرة يعني بعد الكلاود، يقابلها مثلا بعد كده حاجة زي الورد نت او الورد تري اللي هو يقول لك كم مرة جت مثلا مع الايه مع اللونج وكم مره مثلا جت مع الايه سمول او نو. طبعا هنا يعني شويه بدا ياخد كلمتين بدل ما هي كلمه واحده بدا ياخد كلمتين، وشوفوا الكلمتين بيتكرروا مع بعض كم مره، فطبعا يعني لو انا عايز بس الفت انتباهكم لكلمه زي بيست سوشي، سوشي جت مره مع بيست وجات مره مع سوشي بار، ده ممكن يكون مثلا مكان او ايه او بيوصف جزء في الريستورانت يعني اللي هو بيسموه سوشي بار، فغالبا هنا سوشي اتقسمت نصين او نص جه مع كلمه بيست وجه كلمه مع ايه مع سوشي بار، في الكيرف اللي فات بيتعامل مع سنجل، فغالبا سوشي هتبان كبيره هتبان اكبر مع انها مقسومه نصين، فلازم الواحد يعني يبقى فاهم هو بيدور على الكلمه كمنطوق ولا الكلمه كمعنى عشان يقدر ايه يفيجواليز بطريقه كويسه قوي يعني. اعتقد ان الكلام دوت كويس. بعض الامثله طبعا هنا زي ايفورت اتعمل في البايبل او في بعض الكتب الدينيه، كل كلمه جه وراها ايه، طبعا هنا واضح قوي ان الكلمات صغيره قوي احنا مش شايفينها، بس محتاج اعمل زوم مثلا، ولما اجي اعمل زي هنا عملت زوم من دال ده شفت جزء منهم، ولما مثلا الاقي مثلا كلمه مثلا زي كلمه لورد او كلمه ذا تشيلدرن اوف ممكن ساعتها الاقي انها تشيلدرن اوف جت مع كذا حاجه، وتشيلدرن اوف او سان اوف ممكن ساعتها ابدا ان انا ايه اشوف هو جه مع مين بالظبط. كويس قوي.
هنا برضو من الحاجات اللي هي الظريفة اللي تشبه شوية للمايند ماب. المايند ماب ان هو بيقول الكلمات كل واحدة ليها علاقة بالتانية ايه، بس الكلمات علاقتها ببعض ان هو بقى توبيك وسب توبيك او جزء وجزء يعني بيجي معاه، انما هنا الكلمات كأنها الكلمة اللي جت مع الكلمة دي. فغالبا يعني هنا علاقات الكلمات شوية مختلفة شوية عن الكلمات اللي احنا عارفينها مثلا في المايند ماب. وهنا ديت زي تول، وانت بتبدأ تختار الفريز ده اند ده، غالبا بتطلع بايه بارو معين، تختار مثلا يعني دي كلها كده كانها كلمات كومن، فبتلينك تو وورد مع بعض، وورد 1 وورد 2. فانا هبدا ان انا اعمل سيرش مثلا على التوب 100 من هذه الايه من هذه الكلمات. طبعا يعني الجزء العملي المهم هنا ان انا اعرف ازاي اعمل مثلا وورد كلاود او وورد تري، وابدا ان انا مثلا ايه اعمل دوكيمنت معين وابدا ان انا اعبر عنه بهذه الطريقه. كويسه. طبعا هنا في بعض الايفورت لو حد فيكم كان عدى على البروجرام اناليسز يعني، بس هنا يعني ممكن تكون في وورد ليها علاقه بكذا كلمه، ممكن ان انا احطهم بالشكل دوت او احطهم بشكل تاني مركب اللي هو بالمنظر ده. يعني هنا شوية كأني السبيس عشان ما يكترش مني قوي ازاي ممكن اتحكم فيه. تحكمي في السبيس بيجي غالبا على حساب ان في حاجات كتيرة ما بتجيش مع بعض وانا بحطها مع بعض. فمثلا لو عندي اتش اي جي ممكن يكون اللينك ده مش موجود، هحطهم كلهم جروب واحدة مع بعض واقول ان في لينك بين اي اتنين فيهم، فهيفترض ضمنيا ان اي اتنين فيهم لينك مع بعض بنفس الايه بنفس اللينك. كويس قوي. دي برضو يعني زي اجزاء من بعض الايفورت اتعمل في الايه في الاجزاء من شيل من البايبل تقريبا. فهنا بس الواحد يبقى عارف ايه اللي ممكن بتحصل، يعني ناس تفهم ايفولفينج دوكيمنت، الواحد زي فيجوالايز التشينجز اللي ممكن تحصل في دوكيمنت معين. فهنا ده حاجات الانترستنج قوي، وغالبا الاحمر في كي الاحمر ده كان موجود في السكند اديشن، والاخضر موجود في الثيرد اديشن، والازرق الغامق في الفورس، والازرق الفاتح في الفيفث، والاحمر الغامق في الايه في السكس. فطبعا هنا كانك بتشوف الستوري كانها غير مختار الستوري، يعني بتشوف ايه اللي حصل فيها، اني جزء اللي كان في السكند اديشن وتشال من الثيرد اديشن وهكذا. فطبعا ده كانه بيوضح لك رؤيه عامه بصراحه كده على الايه على ايه اللي حصل. طبعا ممكن نلاقي مجهودات يعني زي ما بيقولوا قريبه قوي في حته ان انا مثلا دوكيمنت حصل فيه تغييرات ايه وفين. فكره الايفولفنج الويكيبيديا مثلا هيستوري الدوكيمنت اللي عليها زادت ازاي او اتعدلت قد ايه في اني توبكس. يعني الحاجات دي كلها تعتبر من حاجات ظريفه. يعني ناخد بس فكره على الفيجوالايز بتاع الكونفرزيشن، الاثنين بيتكلموا مع بعض، مثلا مين اتكلم مع مين، بيتكلموا في ايه، بيتكلموا امتى. غالبا دي كانها ثلاث اسئله الواحد دايما ايه بيعبر بيهم في الايه في الفيجواليزيشن يعني. فطبعا هنا بيسموها انفورميشن فلو، يعني كاني بتكلم على فلو، والفلو المقصود بيه الاربع حاجات دول، مين ومين وكلموا في ايه وكلموا امتى. فطبعا هنا دي كان عندي مجموعه من البني ادمين، غالبا دول كلينتون واوباما ادوارد بيدن، والاروز اللي بينهم دي هي ان هم عملوا كونفرزيشن. عملوا كونفرزيشن مثلا امتى، عملوا كونفرزيشن يعني زي ما بيقولوا بين مين ومين. فدي طبعا كلها من الحاجات اللي هي الايه الكويس. طبعا ممكن نبدا نحس مثلا مين عنده زحمه كتير، فابدا ابقى فاهم ان ده بيتكلم اكتر مع الناس، الاروز طالعه من عنده ولا رايحه له. فساعتها طبعا يعني باي ذا واي
هنا كده الارو طالع من عند الراجل ده، وهنا كله بيصب في ناحية الراجل ده اللي هو ايه، ده بيمثل الراجل ده كم حد بيتكلم معاه او بيتكلم معاه قد ايه. فطبعا دي الايه، دي الحاجات اللي هي اللي احنا معبرين عنها. وات طبعا هنا ممكن اعبر عنها بالالوان، يعني لون الارو ذات نفسه ممكن يعبر لي عن وات، فممكن مثلا ده بيتكلم مع ده في كذا، ده بيتكلم مع ده في كذا. وين وين بقى ساعتها غالبا الناس بتعملها عن طريق يا اما مثلا يخلي اللون مثلا درجات معينه من اللون، طبعا هتبقى صعبه الوات مع الوين يبقوا مع بعض، يا اما بيعملها كفيديو ممكن نعملها كذا مره، مثلا اول اسبوع، تاني اسبوع، تالت اسبوع، فابدا اشوف الارز ازاي ايه بتتغير او بتروح من فين لفين، فابدا اشوف زي ما بيقولوا الديناميك بتاعت الحوار ازاي بيحصل بتوين الناس يعني. طبعا الكلام ده ممكن يكون مهم قوي في السوشيال ميديا، ان احنا نقدر نبقى ايه يعني زي ما بيقولوا حاسين الكلام بيروح لمين او مين المركز بتاع التحدث، حاجات بالشكل ده. زي ما احنا لسه قايلين في الفيجواليزيشن دي معظمها بتاعت التكست بتبقى خاصه او فيري انترستنج في ناحيه السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مثلا زي اليوز نت اللي هي مثلا الناس بتتكلم في توبيك ايه او في موضوع ايه، فممكن هنا يبقى في عندنا يعني شويه فيجواليزيشن ممكن نحس انها شكلها حلو وفي نفس الوقت ممكن نفهم منها المعنى بطريقه قوي جدا، مثلا زي التايم والتوبيك والحوار خد وقت قد ايه، البابل سايز، البابل كولر ممكن يكون توبيك. فطبعا ساعتها ممكن الواحد يبدا يحس بالايه، ايه مثلا اللي هو المحور بتاع الساعه او الحاجه بتدور دلوقتي، الاخبار عن ايه، كلام مهم قوي. فطبعا يعني بعض الافكار هنا اللي هي برضو ان انا اتكلم على توبيك معين اكرر كم مره، دايما فكره اللي هي البابل بتكرر لي اهميه الحاجه او تكررها، وانها تبقى ترانسبيرنت فتوضح، توضح شويه ايه وراها. هنا هو وين يعني مين بيتكلم امتى، فطبعا هنا صعب قوي ان انا اعمل هو وهو، يعني مين اتنين بيتكلموا وهوين ووات مع بعض، انما ممكن اخد مثلا اتنين مع بعض هتبقى غالبا حاجه سهله او رسمه سهله يعني. كويس، هنا فكره بعض الايه الفيجواليزيشن بتاعت الايميل، والايميل من فين لفين او من رايح من مين لمين، وطبعا الايميل توبيك مثلا بتاعه ايه وتكراره، غالبا مثلا الحته اللي فيها تكرارات كتير او بيبعت ميل او بيجي له ميل كتير لان عنده مثلا زي خطوط كتير واصله له. فطبعا هنا يعني بعض الناس الكوميونيكيشن بينهم عامله ازاي او بيتكلموا مع مين، الحاجات دي من حاجات مهمه قوي في السوشيال ميديا. فطبعا ممكن نفهم هنا بعض يعني الادوار اللي بيلعبها الناس اللي هم مثلا بيقوم بدور وسيط بين واحد وواحد تاني، بعض الافكار بقى اللي هي الايه اللي ممكن نستفاد بيها من الموضوع ده. المهم ان الدوكيمنت دوت هنا من الحاجات الظريفه قوي اللي هي الجوجل نيوز تري ماب، يعني عملنا تري ماب بجوجل نيوز، وطبعا بدل ما بكتب كلمه بس اللي هي بتاعت الحاجه ديت بكتب الايه العنوان الاساسي دوت كله، وطبعا هي جروبت حسب التوبيك، يعني هنا مثلا التوبيك شويه بيتكلم على السياسه، هنا مثلا كريكيت، مثلا يعني توبيك تاني اللي هو اللون الاخضر ده غالبا ممكن نشوفهم هنا لو احنا شايفين كويس، يعني وورلد الحاجات العالميه، وهنا الاخضر ده، وهنا طبعا الايه الالوان التانيه، فممكن اشوف زي انطباعات الاساسيه عن الناس عن ايه، وبعدين الحاجات الفرعيه بقى كل واحده فيهم ايه اللي حصل فيها بالظبط، يعني زي مثلا دي الاخبار المتداوله مثلا عن ايه، عن الموضوع ده. طبعا من الحاجات الظريفه اللي هو استخدام الصور في ان انا اعبر عن حاجه قررت كتير، يعني مثلا في مثلا بروبلم حصلت مثلا فاير، ف
زي التري ماب. يعني التري ماب فاهمينها، لو انا مسكتها وجزأتها وخليت اللون الاحمر دوت يبقى سبريد راندوم، خليت اللون الاخضر يبقى سبريد راندوم، غالبا هلاقي حاجه بالمنظر ده اللي بيسموها نيوز ماب، اللي هي غالبا مثلا بتعمل خبر مثلا زي بتاع الحريقه دوت مهم كتير فهحطه كذا مره على قد اهميته، خبر مثلا تاني ممكن يكون اقل اهميه فممكن مثلا احطه مره واحده بس. فكاني بمثل مثلا اللي هم النسب على قد المية، كل واحد ياخد نسبة مناسبة للايه المية اللي هو بيتكلم عليها. طبعا في افكار كتير، احنا كناس بتوع بروجرامينج او كناس بتوع كمبيوتر شوية واخدين على فكرة الاسوسيشن او الخط يقود من حاجة لحاجة تانية. اللون الديجري بتاعت اللون تمثل لي ده اتكرر كم مرة. فأعتقد إن إحنا ممكن نكتفي بهذا القدر يعني. طبعاً المحاضرة ممكن تكون عندكم للإيه؟ للإطلاع يعني. أنا بس أكتر حاجة تهمنا إن إحنا عندنا وورد كلاود نعرف إزاي نفهمها ونرسمها، وفكرة النورماليزيشن برضو، والفكرة الثالثة اللي هي بتاعت الوورد نت أو الوورد تري. كويس أوي.